نكملوا التمرين ديالنا، كملوا التمرين ديالنا، حبسنا الفيديو، دابا غنكملوا لا فيديو. عندك قلنا ان سير اكس الداله الاصلي ديالها هي ان دو اكس بلس اكس، راه قلنا قبيله هي اكس او كاري على 2 بلس واحد لا كونستانت دانتيغراسيون. دونك تمنى تكون باينه. غندوزو المثال رقم 4. المثال رقم 4 تمنى تكون باينه. المثال رقم 4 شنو عندنا؟ عندنا اف دو اكس هي غاسين دو اكس بلس 2. سي فاسيل سهل. عندك شنا هي الداله اللي غنشتقاو تعطينا غاسين دو اكس؟ سهله، يمكن لك دير واحد. ديما قلت لكم انا هذه تحولها سو فورم دين بويسونس، يعني حولها على شكل قوه، تحولها على شكل قوه. يعني اف دو اكس صغيره شحال كتساوي؟ هي اكس اس واحد على جوج زائد جوج. عندك جذر اكس ان من بي شحال كتساوي؟ هي اكس اس ان سير بي. قاعده قليلة. دونك عندك هنا واحد وعندك هنا جوج، يعني هذه هي اكس اس واحد على جوج. دونك هنا اف اكس كبيره اش كتساوي؟ قلنا اكس اس ان الداله الاصليه ديالها هي اكس اس ان بلس ان سير ان بلس ان. هنا ان عندنا هي واحد على جوج، دونك هي اكس اس واحد على جوج زائد واحد سير واحد على جوج زائد واحد اكس اس ان بلس ان ان بلس ان زائد. قلنا الداله الاصليه ديال ا هي ا اكس زائد جوج في اكس، جوج في اكس بلس لا كونستانت. دونك هنا واحد على جوج زائد واحد النصف زائد واحد تعطينا 3 دومي، يعني اكس على بويسونس 3 دومي. هنا هذه غتعطينا 3 على 2 وهذه 3 على 2، دونك غتطلع هذه غتقلب غتولي هي 2 على 3 في اكس اس 3 على 2 زائد 2 اكس زائد ك لا كونستانت ك. هذه هي اف دو اكس. نتمنى تكون واضحه، نتمنى تكون واضحه وباينه. نجي المثال رقم 5. المثال رقم 5 عندك اف دو اكس ايغال اكس سور اكس او كاري بلس 1 بلس 1. دونك هنا 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 نوريكم واحد لاستيس. ملي كتكون عندك داله فاريابل سير داله فاريابل، هنا خص تفكر، تفكر شويه شنو تدير لاستيس. شنو هو؟ تتمشي للدينوميناتور، يعني كتشيل المقام كديرو الشقاق، غنمشيو للمقام نشقوها. ياك شنو غيعطينا؟ غتعطينا هاد الا شقينا هادي غتعطينا جوج اكس. متفقين معايا؟ عندها علاقه بالبسط. دابا البسط الا بغيت نرجع فيه جوج اكس شنو خصني ندير؟ اون فا ميتيبلي باغ دو ونقسم على جوج. ما درتش والو باش نلقى هاد جوج اكس باينه. دونك ضربت جوج وقسمت على جوج، دونك هادي راه هي واحد على جوج بحال قسمت على جوج وضربت، يعني غتكون عندك اف كبيره دو اكس. هادي شنو هي؟ هي واحد على جوج، دونك هي واحد على جوج حيت هنا في البسط عندك واحد، واحد على جوج فوا جوج اكس سور اكس او كاري بلس ان بلس ان. دونك شنو تعطينا؟ هي واحد على جوج في قلنا جوج اكس. شنو هي؟ ما هي الا اشتقاق ديال هاد المقام اللي هو اكس او كاري بلس ان بريم، يعني بريم يعني تعطينا سو فورم ديال لوغ 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 ديال شي حاجه. دونك هنا ديال اكس او كاري بلس ان. ندير واحد التذكير، تذكير قلنا اي بريم على اي شنو هي الاصليه ديالها؟ هي الالان دو اي، حيت الا شقينا الالان دو اي غنرجعوا لهذه. هذاك الشيء اش كنقولوا؟ اي بريم على اي هي الداله الاصليه ديالها هي الالان دو اي. دونك انا التذكير هذا ضروري ديروا في عين الاعتبار. دونك نمسحوا باش نلقاو فين نكملوا. دونك تعطينا قلنا اي هنا اي بريم على اي هي الالان دو اي، هذه هي اي بحال تنتخيلوا هذه هي اي. دونك تعطينا هي واحد على جوج في الالان، نسيت واحد لا فالور ابسولي كبيره ديال لا فالور ابسولي ديال اكس او كاري بلس ان بلس لا كونستانت دانتيغراسيون، هذه ضروري.
دابا انا لاحظت واحد القضيه، هاد اكس كاري بلس 1 كيفاش دايره؟ اكس كاري حنا عارفينها ما كنا تنقراو في الاعدادي ان هاد اكس كاري ديما بوزيتيف، الا زدنا عليها واحد غتكون بوزيتيف ستريكتومون يعني قطعا. دونك يمكن لينا نحيدو لا فالور بالنسبه ديال اكس، ها يمكن لينا نحيدوها صافي، نتمنى تكون واضحه. دابا قلنا غنحيدو هادي، يعني ان دومي فوال ln ديال اكس كاري بلس 1 بلس ك. هنا علاش حيدنا؟ نفترضوا عندك ln دو اكس شحال كتساوي هادي لا فالور بالنسبه ديال اكس، شحال كتساوي ln دو لا فالور كتساوي اكس ملي كتكون اكس موجبه. هادشي اللي طبقت انا هنا نتمنى تكون واضحه وباينه. دونك هادي هي الدالة الاصليه اللي لقينا، هادي هي الدالة الاصليه ديال اف. نمسحوا هاد المثال رقم 5 وندوزوا للمثال رقم 6. مثال رقم 6، 6 شنو عندك في هاد المثال رقم 6؟ عندك f دو x إيغال x فاكتور دو x أو كاري بليس 1 على بويسونس 3. عندك x فاكتور دونك هنا ديما ملي كتكون عندك دالة فوا دالة أوس شي حاجة، اش كنمشي ندير؟ كنمشي ندير هاديك الدالة لي أوس شي حاجة، كنمشي ندير لها الشقاق. إلا جدينا هاديك إلا درنا لها الشقاق شنو غتعطينا؟ غتعطيني جوج x. ها كلشي فهم؟ حيت x أو كاري الشقاق ديالها هي جوج x. دونك هاد اكس عندي هنا شنو هي؟ شنو خصني ندير لهاد اكس باش ترجع لي جوج اكس؟ خصني نضرب في جوج ونقسم على جوج، ساهله. دونك ونكمل شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي واحد على جوج. قلنا هاد جوج اكس هادي شنو هي؟ هي الاشتقاق ديال هادي ديال اكس كاري بلس 1. دونك هي اكس او كاري بلس 1 بريم فوا اكس او كاري بلس 1 على بويسونس 3. قلنا اكس او كاري بلس 1 بريم شنو هي؟ هي جوج اكس. بحال شديت انا هاد جوج اكس حطيت بلاصتها اكس او كاري بليس 1 بريم. دونك دابا شنو غندير؟ قلنا تذكير لواحد القاعده، اي بريم فوا اي اوس ار، بحيث ار ديفيرون بحيث ار ديفيرون دو موان زان، باش ما نطيحوش في اللوغاريتم. وغاتجينا في المقام اصلا امبوسيبل، يعني غتعطينا شحال الداله الاصليه ديال هادي؟ غتعطيك هي اي اوس ار بليس 1 سور ار بليس 1 بليس ان كونستانت دانتيغراس. دونك اف كبيره دو اكس شحال غتساوي؟ غتساوي لنا ان دومي واحد على جوج. قلنا اي اوس ار اي هي هادي، هادي هي اي، دونك هي اكس او كاري بليس 1 على بويسونس 4. علاش على 4؟ حيت كنديرو ار بليس 1 على ار بليس 1، ار هي 3، يعني غتعطيك هاد اي اوس 3 زائد 1 هي 4 على 3 زائد 1 هي 4. دونك 4 فوا 2 هي 8 بعدا بليس كونستانت. فينالمون غنلقاو غنلقاو اكس او كاري بليس 1 اس 4 على 8 بليس ك. هادي غران اف دو اكس. مزيان. دابا ننتقلوا للمثال رقم 7. مثال رقم 7 رقم 7 عندك مثال رقم 7 f دو x إيغال 2x بلس 1 سور x أو كاري بلس x بلس 1 لو تو أو كاري. قلنا قبيلة غادي نطبقو بحال القواعد ديال قبيلة. اش قلنا؟ عندك دالة على دالة أوس شي حاجة، كنمشيو لهاد الدالة كنديرو لها الشقاق، شنو كنلقاو؟ لا شقينا هادي شنو غنلقاو؟ هي 2x بلس 1، يعني باين يعني 2 اكس بلس 1 في عندنا في البسط. دونك شنو غنمشي ندير؟ غنعوض 2 اكس بلس 1 باش بالشقاق ديال هادي، يعني اف دو اكس صغيره شحال كتساوي؟ هاد جوج اكس زائد واحد شنو هي؟ هي الشقاق ديال هادشي اللي لداخل، يعني هو اكس او كاري بلس اكس بلس 1 بريم سور اكس او كاري بلس اكس بلس 1 او كاري. صافي. هنا بحال الا عندك اي بريم على اي او كاري، ها اي بريم على اي او كاري، شنو هي الداله اللي كنشقاو تعطينا اي بريم على اي او كاري؟ نديرو التذكير. عندك
الا شقينا المهم اي بريم على اي او كاري، الا شدينا واحد على اي وشقيناها شنو غتعطينا؟ هي ناقص اي بريم على اي او كاري، خصني نزيد واحد ناقص. ها هي هذه العلاقه. الا شدينا درنا اشتقاق لهذه غنرجعوا لهذه، دونك هذه اصليه، يعني الاصلي ديال اي بريم على اي او كاري هي ناقص واحد على اي. ها بحيث هنا في هذا المثال عندنا هذه هي اي، تبنا تكون واضح. دونك هذا غير تذكير، كنذكر لك الطابلو، كنذكر لك الطابلو. دونك غون اف دو اكس غتساوي غتعطينا ناقص واحد على اكس او كاري بلس اكس بلس ان، قلنا هي ناقص واحد على او، قلنا او هي هادي بلس كا. هادو غير تمارين سهلة جدا كنشرحو بيهم، من بعد غنقصها شوية النيفو، غنمشيو بشوية. دونك نتمنى تكون واضحة. ندوزو المثال رقم 8. مثال رقم 8 ندوزو ان شاء الله المثال رقم 8. سالينا المثال، ندوزو المثال رقم 8. المثال رقم 8 شنو فيه؟ في اف دو اكس ايغال ا ان سور اكس بلس 2، نجبدو الاصليه ديالها. دونك ديما قلنا كتكون عندك داله على داله، كنمشيو للمقام، نجيو للمقام فين كاينه الداله ونشقوها، كنمشيو لاكبر بويسونس يعني اكبر درجه. الا شقينا اكس بلس 2 شنو غتعطينا؟ غتعطينا واحد. الا شقينا هذه غتعطينا واحد اشتقاق، صافي. دونك واحد فين عندنا؟ عندنا في البسط، يعني عندنا هذه ساهله، غتعطينا اكس بلس 2 بريم، حتى الا شقينا هذه غتعطينا واحد، عوضنا واحد اكس بلس 2 بريم سيغ اكس بلس 2. ها شنو هي الداله اللي كنشتقوا تعطينا اكس بلس 2 بريم على اكس بلس 2؟ ها شنو هي؟ عندك اون جينيرال عندك شجره، نشرحوا بشجره باش كلشي يفهم. بريم سير شجرة شنو غتعطينا؟ الالين ديال لا فالور ابسولي دو شجرة، القيمة المطلقة لشجرة بليس واحد لا كونستانس انديبوندون شجرة، باش تفهموها مزيان. يعني عندنا اي بريم على اي، شنو هي الدالة الاصلية ديالها؟ الدالة الاصلية هي الالين دو اي بليس كونستانس. دابا شنو عندنا هنا؟ هي اكس بلس 2، شكون تلعب الدور ديال اي؟ هي اكس بلس 2. دونك نمسحوا هاد التخربيقه هادي. دونك اكس بلس 2 بريم، يعني هنا شنو عطينا؟ الالين دو اي هي اكس بلس 2 لا فالور ابسولي دو اكس بلس 2 بلس واحد لا كونستانت دانتيغراسيون هنا غون اف دو اكس. دونك هي هادي الداله الاصليه ديال المثال رقم 8، سهله سهله جدا. نمشيو المثال رقم 9. رقم 9 عطاك اكس بلس 2، عندك هنا اف دو اكس هي اكس بلس 1 سور اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 3. دونك هنا تمشيو لاكبر درجه، فين كاين اكبر درجه؟ كاينه في المقام، يعني غنمشي نشتقها في عقلي، غنشتقها في عقلي. شنو تعطيني؟ شنو تعطيني؟ تعطيني 2x بلس 2. 2x بلس 2، الا شدينا هادي وعملنا بواحد جوج هنا، الا عملنا بجوج شنو غتبقى؟ غتبقى جوج عامل x بلس 1. مزيان في البسط شنو عندك؟ x بلس 1. دونك فاش خصني نضرب هاد x بلس 1 وتعطيني 2 فاكتور دو x بلس 1؟ فاش خصني نضربها في جوج ونقسم على جوج؟ باينه، يعني اف دو اكس كتولي غتولي هي جوج عامل لي اكس زائد واحد على اكس او كاري زائد جوج اكس زائد ثلاثة فوا جوج. علاش؟ حيت ضربت في جوج وخصني نقسم على جوج. دونك هادي شنو قلنا؟ هادي ما هي الا اشتقاق ديال هادي. دونك يعني اكس او كاري بليس دوز اكس بليس تروا بخيم سور هاد جوج هادي غنردها هي ان دومي سير اكس او كاري بليس 2x بليس 3 اي بريم على اي هي الالين دو اي.
دونك هي 1 دومي فوال ln دو دو x او كاري بلس 2x بلس 3. قلنا الداله الاصليه ديال u بريم على u هي ln دو u بحيث ان u هي هذه بلس لا كونستانت دانتيغراسي دي غران f. الداله الاصليه هي غران f كنرمزو لها بغران f. بيتي f هي الداله اللي عندنا. دونك ندوز للمثال رقم 10. نتمنى ان هادشي يكون واضح وباين. كنحاول نشرح بشويه باش كلشي يفهم حتى اللي ما علاقي مشكل وهادي كنشرح بشويه كناخذ العين الاعتبار. دونك سالينا 2x هنا x او كاري هنا عندك غير x. دونك المثال رقم 10 بحالو بحال رقم 9 بحالو بحال رقم 9 انا عطيتك 2x 2x بلس 3 2x بلس 3 هنا x اس 3 هنا غلط تسمحوا لي 3x او كاري بلس 3 هنا عندك او كاري. هذا المثال بحالو نخدموه ماشي مشكل. عندك f دو x ايغالا x او كاري بلس 1 سور x اس 3 زائد 3x زائد 2. نمشيو ديما قلنا اكبر درجه لتحت غنشقوها شنو تعطينا 3x كاري بلس 3 يعني نشقين هذه تعطينا 3x او كاري بلس 3. الا عملنا بواحد 3 غنلقاو بلس 1 فاكتور 3 عامل x او كاري بلس 1. الا شقينا هذه كنلقاو هذه. دونك هذه كاينه في البسط دونك غنضرب في 3 ونقسم على 3 باينه. دونك f دو x شنو تعطينا هي 3 عامل لي x او كاري بلس 1 على ضربنا في 3 نقسم على 3 على 3 عامل لي x اس 3 زائد 3x زائد 2. نجيو عندك هذه شنو هي هذه شنو هي قلنا هذه هذه هي الشقاق ديال هذه يعني هي 1 على 3 هاد 3 1 على 3 رديتها فوا x اس 3 زائد 3x زائد 2 شنو مالها بريم شقاق. حيت لاش شقينا هذه غنلقاو هي 3 فاكتور غنلقاو هي البسط على x اس 3 زائد 3x زائد 2. دونك غنجيو غنلقاو هي 1 على 3 f كبيرة دو x الدالة الأصلية هي 1 على 3 ln ديال x اس 3 زائد 3x زائد 2 بلس k. نتمنى تكون واضحة راه باينة. ندوز المثال رقم 11 و 12 هما اللي بقاو في هاد التمرين الساهل. هذا تمرين فاصيل غنبقى غادي تنقصح شويه بشويه تدريجيا باش كلشي يفهم. المثال رقم 11 مازال غنجيب شي امثله يكونوا قاصحين يعني قليل فين كيديرهم في المدرسه نحاول نديرهم ان شاء الله نوصلهم لكم مزيان حتى الناس اللي باغيين يديروا لافاك ولا باغيين يديروا الكلاس بريبا ولا يديروا مدارس اوليه غينفعوهم. غادي بشويه. عندك 11 عندك f دو x إيغالا طونجونت أو كاري دو إكس نقلبو على الدالة الأصلية ديالها. كيفاش غندير نقلب على طونجونت كاري دو إكس؟ عندنا قاعدة نرجعو للقواعد ديما. عندنا أن بليس طونجونت أو كاري دو إكس قلنا هي أن سير كوس أو كاري دو إكس. هادي الأصلية ديالها شناهي شناهي إلي غنشقها وتعطيني هاد هي طونجونت دو إكس طونجونت دو إكس بين بين. دونك هي طونجونت دو اكس. دونك حنا عندنا في المثال شنو عندنا طونجونت كاري وما عندناش لو ان ما عندناش لو ان يمكن لي نزيد واحد ونقص واحد باش نلقى هذا. دونك اف دو اكس شحال كتساوي هي ان بليس طونجونت او كاري دو اكس زدنا واحد نقص واحد. دونك دابا هذه شنو قلنا الاصليه ديالها هي طونجونت دو اكس. ها هذه هي طونجونت دو اكس الاصليه ديالها حيت لاش شقينا الطونجونت غتعطينا هذه. دونك شنو غتولي غتولي هي طونجونت دو اكس هذه هي الاصليه اف كبيره دو اكس ها موان اكس. علاش موان اكس حيت قلنا الاصليه ديال ا هي ا اكس
صافي بليس واحد لوكا نتمنى تكون واضح. ندوزو المثال الاخير مثال رقم 12 مثال رقم 12 عندك في x cos x موان سينيس x عندك f دو x هي x cos x موان سينيس دو x سير x او كاري شناهي اللي كنشقوها كتعطيني هذه هذه سهلة ما صعيباش تفكروش بزاف. هنا إلا لاحظنا شنو كاين في المقام x يعني هنا خصها تكون x دالة على دالة تكون تحت x علاش حيت عندنا x او كاري حيت عندنا f على g هي حيت عندنا f على g إلا شقينا f على g شنو غتعطينا هي f بريم ها فوا g موان g بريم فوا f على g او كاري دونك g هو x مزيان غتبقى لنا f شنو هي هنا اللي غنشقها وغتعطينا كوس هي السينيس ها هي السينيس ولا بطريقه اخرى باش تبان لكم شنو غنجي ندير نوضح الكتابه اكس غندير هنا اكس فوا فواش اكس كوس شنو هي الكوس هي السينيس دو اكس بريم هي الشقيقه ديال السينيس ها موان قلنا اكس هنا هاد السينيس نضربها في واحد هاد السينيس دو اكس نضربها في واحد دونك واحد شنو هو ما هو الا الاشتقاق ديال اكس يعني ناقص اكس بريم فوا ها كوس اكس بريم الا درنا كوس اكس بريم يعني خصني ندير واحد لو موان باش خصها تبقى هاد لو موان يعني كوس اكس بريم كوس اكس بريم هنا خصني نزيد واحد لو موان هنا على اكس او كاري امسح هذه باش تكون واضحه. دابا هنا شنو بحال الا عندك هنا اف ها اف هي السينيس والجي هي اكس دونك تكون عندك هي السينيس دو اكس ها على اكس بريم هذه هي اف دو اكس دونك اف كبيره راه باينه هي هذه اف كبيره دونك اف كبيره دو اكس هي سينيس دو اكس على اكس بلس كا ها وسالينا هذا التمرين الاول اللي هو فاصل نتمنوا يكون باين وصبروا في هذا يعني في الاجواء اللي صعبه شويه كتمر بهذا الفيروس الخطير اللي يعني تسارى في العالم كامل. دونك حنا معاكم دابا كنشرحوا لكم كنقوم بواحد المجهود اللي هو كبير باش كنوصلوا لكم لي زانفورماسيون بحال كتخيلوا راسكم راكم في شي سونتر ولا يعني المهم انا كندير الدور كما انني كنشرح واحد السونتر يعني كنرسل لكم هذه المعلومات اللي عندي ومازال ان شاء الله غندير تمارين زوينه. الى عجبكم هذا المحتوى ديالي تابونوا عندي وبارطاجيو كاع اللي كتعرفوا حتى الا ما بغيتيش انت تستافد راه واحد اخر راه محتاج للاستفاده وبون شونس يعني بون شونس كاع الناس اللي باغيين يجيبوا مزيان ان شاء الله مورا هذه العطله ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.